بكم في هذا الإصدار الخاص من الصحافة العالمية اليوم السبت 13 يوليو. نستعرض فيه أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العالمية عن الشأن المصري. رويترز: احتجاجات الإسلاميين تتصاعد في القاهرة والولايات المتحدة تعمل على تحرير مرسي. القدس العربي: أمريكا تحرك سفنا حربية نحو مصر وتطالب بإطلاق مرسي. مظاهرة للإخوان وإفطار جماعي لمعارضيهم وسط مخاوف من أعمال عنف. الجيش يقصف معقل المتشددين في سيناء والقاهرة تنفي تعليق معاهدة السلام. Le Parisien: مصر رمضان في ظل التوتر وألمانيا تطلب الإفراج عن مرسي. الإكسبرس: مصر متابعة العملية السياسية بعد مظاهرات مؤيدة لمرسي. موقع جريدة الحياة: عصام العريان يدعو إلى تجمعات مؤيدة لمرسي الاثنين المقبل. موقع CNN: حمى العنف في مصر، أين المساءلة؟ موقع USA Today: النائب العام المصري يحقق في مسألة تلقي مرسي مساعدات من حماس. الشرق الأوسط: الجيش المصري يعلن تفكيك خلايا جهادية من حماس في سيناء. وأخيرا موقع لوموند: في مصر قوة الميدان تغلب من الآن فصاعدا صناديق الاقتراع. شكرا لمتابعتكم.